تعالى بقى نتكلم عن حاجة اسمها الاوبريتنج ليميت. يعني ايه اوبريتنج ليميت؟ يعني انا دلوقتي انه نقطة تشتغل، انه نقطة ايه تشتغل، او بمعنى اصح ايه الكرنت اللي المفروض اظبط بيه ترانزستور بحيث ما يتحرقش. احنا اتفقنا ان منظر زي دوت هيبقى ليه الانبوت والاوتبوت، صح؟ طيب الاوتبوت بتاعك هيبقى عندك الكرنت اللي هو الاي سي، والفولت اللي هو الفي سي اي، اللي هو الفولت اللي ما بين الاميتر وما بين الكولكتور. بالتالي الباور المستهلكه جوه الترانزستور، الباور المستهلكه جوه الترانزستور اكيد هتساوي الكرنت في الفولت بتاع، في الفولت بتاع المكان ده. ما هو المكان دوت بيستهلك جهد، في جهد معاكس. انت هتدخل الاي سي مع الفي اي، الفي سي اي الاثنين يتضربوا في بعض هيديك مين؟ هيديك الباور، تمام؟ انا دلوقتي وانا بصنع الترانزستور دوت ببقى عارف قيمه ماكسيمم لمين؟ للباور المستهلكه هنا، هتكون قيمه ثابته، تمام؟ فهقول والله هعمل المعادله كالتالي، هقول لك انا عارف والله دي القيمه الفلانيه هتساوي الاي سي في الفي سي اي بحيث البتاع ده ما يتحرقش، تمام؟ سؤال، هو الكيرف بتاعك بتاع الاي سي الفي سي اي عامل كده. الكيرف ده اهم كيرف ما تنساهوش، ده الكيرف ده بالذات، الكيرف ده ما يتنساش في الكومن اميتر، النوع ده بنستخدمه كتير قوي، تمام؟ اولا احنا قلنا ان دوت متغير وده متغير ودي قيمه ثابته، صح؟ طيب مين اللي على محور واي؟ الاي سي، تمام؟ يبقى اللي على محور واي يطلع بره الاي سي. مين اللي على محور اكس؟ الفي سي اي، الفي سي اي تبقى كده، دي بتفكرني بواي بتساوي ثابت على اكس، صح؟ انا بس ايه بحاول اظبط شكل المعادله دي على شكل المعادله الصغيره دي. بالتالي انا اقدر ارسم العلاقه دي ولا لا؟ ارسمها. ارسمها ازاي؟ اولا سيبك من الكيرف المايل اللي انا رسمه ده، مش كانت في الكيرفات اللي هي عامله كده اللي انا رسمتها ديت علاقه ما بين مين ومين؟ ما بين الاي سي وما بين الفي سي اي، تمام؟ دي اول علاقه. تاني علاقه، تاني علاقه بتاعت الباور، دي علاقه ايه؟ دي علاقه ما بين الكيرف جوه الترانزستور، علاقه بتاعت الترانزستور، تمام؟ اللي هي الحاجات اللي عامله كده. طيب تاني علاقه بتاعت الباور، ايه بتاعت الباور ديت؟ ان العلاقه بتاعت الباور ماكسيمم، قلت لك الاي سي بتساوي باور ماكسيمم على الفي سي اي، رحت راسم العلاقه دي كمان. طب ما نيجي نرسمها هنا، خلاص انا رسمتها هنا، افكر نفسي تاني هو انا بعمل ايه؟ انا عايز اعرف انه كارنت وانه فولت مظبوط يقدر يشغل الترانزستور ده بحيث يكون شغال وفي نفس الوقت ما يتحرقش. اول كيرف حدده لي قال لي الكيرف ده ما تعدهوش، يعني ما تطلعش عنه. جبته منين؟ جبته من المعادله اللي انا اتكلمت عنها شويه. خلاص ده كده اول كيرف، تمام؟ تاني كيرف عندي او تاني خط قال لك ما ينفعش تنزل للكات اوف، يبقى انا رسمت تاني خط. تالت حاجه ما ينفعش تخش على الساتوريشن، تمام؟ ما ينفعش تخش على الساتوريشن. طب وايه الخط اللي فوق ده؟ قال لك كمان انت الاي سي ليه قيمه معينه مش هينفع تعديها، اللي هي ايه؟ لما كنت بعمل الاي بي قلت لك ان هنا الاي بي بزيرو وهنا الاي بي لاعلى قيمه، تمام؟ يبقى المنطقه دي كلها اسمها الاكتيف ريجن، اسمها الاكتيف ريجن. تعالى بقى نبص على ملاحظات مهمه قوي. الملاحظه الاولانيه، فين الفي سي اي ماكس وفين الاي سي ماكس؟ الفي سي اي ماكس والاي سي ماكس، ده الاي سي صح؟ اقصى قيمه ليه؟ اقصى قيمه قلت لك عند الخط ده، ما هو الكيرفات عامله كده، الكيرفات عامله كده، تمام؟ اقصى كيرف ممكن يوصل له ده اللي هو اللي فوق، انا رسمها بطريقه اوضح اهي. اقصى كيرف مثلا ممكن يوصل له عند اي بي اقصى حاجه، فبالتالي ده هيبقى قيمته ايه؟ اي سي، تمام؟ دي اقصى حاجه. اقل حاجه يبقى قيمه الاي سي هنا توصل لزيرو، لما الاي بي تبقى بزيرو هتبقى الاي سي بزيرو. ما العلاقه منطقيه، الاي بي بيتا اي بي هتساوي الاي سي، الاي سي بزيرو الاي بي بزيرو هتبقى الاي سي بزيرو، حاجه ايه منطقيه، تمام؟ يبقى عند اي سي، عند اي سي ماكسيمم انت وصلت للنقطه دي، انت وصلت للنقطه دي، هتلاقي ان الفي سي اي مينيمم. لا 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 لا، الكلام مش واضح اصلا، الكلام كده ايه مش واضح خالص. طب تعالى نوضحها، تعالى نوضحها حاجه زي كده، حاجه زي كده اهو. الكيرف عامل كده، الكيرف عامل كده، تمام؟ دي الكيرفات بتاعتي، وده الفي سي اي وده الاي سي، تمام؟ انا لما دلوقتي اعلى قيمه للفي سي اي كام؟ اعلى قيمه للفي سي اي والله لما ده محور اكس ممكن القيمه دي عاليه قوي للفي سي اي، هتسقط كده نقطه هنا، او ده الفي سي اي عاليه قوي. معنى كده لما الفي سي اي يكون عاليه قوي يبقى الاي سي اي مينيمم، في سي اي ماكسيمم يبقى الفي سي اي مينيمم، والعكس صحيح. لما انت تكون اعلى قيمه للاي سي عندك هنا، اعلى قيمه للاي سي عندك هنا، هيبقى مين اللي هيقل؟ الفي سي اي، هيبقى قيمته قليله. وغير كده انا تعب نفسي ليه؟ ما انا ممكن من العلاقه دي الاي سي ماكسيمم تبقى الفي سي اي مينيمم، الاي سي مينيمم تبقى الفي سي اي ماكسيمم، تمام؟
طيب لما يبقى الاي سي مينيمم، يعني ايه مينيمم؟ يعني اقل حاجه اهو، مينيمم يعني صغير، انت كده في انهي منطقه اسمها الكات اوف. تمام. لما يكون الاي سي ايه، الاي سي ماكسيمم، ماكسيمم انت وصلت لايه، مرحله الساتوريشن، مرحله ايه الساتوريشن. طيب حد هيقول لي انا لما يكون الاي سي ماكسيمم، طب ما انا ممكن اكون في المنطقه دي، ممكن اكون في المنطقه دي، ممكن اكون في المنطقه دي، صح؟ ليش معنى خدت المنطقه دي؟ طب ما انت ممكن تعتبر المنطقه دي اكتيف ريجن ويكون فيها الاي سي ماكسيمم. لا، ما انا عندي علاقه، لما يكون الاي سي كبير قوي لازم الفي سي اي تبقى صغيره قوي. طب ما هنا الاي سي كبير، بس هنا الفي سي اي كبيره؟ لا، لازم الاي سي لما يكون كبير قوي اهو، كبير قوي، الفي سي اي تكون صغيره قوي. الاي سي كبير قوي يبقى الفي سي اي صغيره قوي، يبقى الفي سي اي يبقى الاي سي واقع فين؟ في منطقه الساتوريشن. تمام. احنا كده ايه، نفس الكلام برضو، كومن بيز كومن كولكتور، البي سي اي ماكس هتعيد نفس الكلام تاني. انا كل ما انا المره اللي فاتت اشتغلت على الموضوع ده، قلت لك الباور اللي مفقوده هنا بين السي والاي ليها ماكسيمم، والباور اللي مفقوده ما بين البي والسي ليها ماكسيمم، وما بين البي والاي ليها ماكسيمم. تمام، نفس الكلام برضو. تعالى بقى ندخل على حاجه اسمها الدي سي بايسنج. هو اتفقنا ان الترانزستور عباره عن امبليفاير، يعني ممكن استخدمه كامبليفاير. طيب كويس قوي، دي السماعه وده الميكروفون، دي المايك بتاعي وده السماعه ودوت الامبليفاير بتاعي. عمرك مسكت مايك مدرج مثلا وجيت تتكلم فيه واشتغل لوحده؟ لازم توصل له كهرباء. يبقى النقطه اللي هنوصل لها، النقطه المهمه دلوقتي، ان في حاجتين لازم يدخلوا على الامبليفاير ده. اول حاجه لازم تشغله بالبطاريه، البطاريات اللي انا عمال اقول عمال ايه اشوفها من الصبح، البطاريه اول حاجه، البطاريه. تاني حاجه السيجنال اللي انت عايز تتعامل معاها، تعمل لها بروسيسنج، تكبرها تصغرها اي حاجه. يبقى ممكن السيجنال دي تكون صوت، بص الصوت دخل شكله عامل ازاي، هيطلع حاجه شبهه بس كبيره شويه. ممكن انت ما تستخدمش الميكروفون اصلا، تستخدم سيجنال اي سي، السيجنال الاي سي صغيره طلعت كبيره. تمام، يبقى انا بعمل ايه الدي سي دوت علشان اشغل مين، اشغل الترانزستور.